مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الانتخابي الذي نواكبه من خلاله هذا الاقتراع الذي بدأ في قبل أسبوع من الآن تقريبا يوم السبت الماضي، ولا تزال أحداثه جارية حتى الآن، لا تزال فرز الأصوات جاري، وتوقع بعد يوم أو يومين أن يتم الإعلان عن النتائج المؤقتة كما صرح بذلك رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذا نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة من برنامج المشهد الانتخابي عن الخريطة السياسية ما بعد اقتراع فاتح سبتمبر الجاري، ظروف والملابسات أيضا التي جرت في هذه الانتخابات، والجدل الحالي بشأن النتائج سنتعرض له إن شاء الله مع دكتور سليمان الشيخ حمدي، أستاذ علوم سياسية ومدير مركز رؤية للدراسات واستطلاعات الرأي. دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في البداية، ما قراءتك للظروف والملابسات التي جرت في هذه العملية الانتخابية؟ شكرا جزيلا. بداية أريد أن أقول أن العملية الانتخابية التي مرت بنا قبل أسبوع كانت عملية لها ظرفية خاصة ولها أيضا بعد خاص، لأنها أول عملية سياسية يشارك فيها كل الطيف السياسي، وكانت تنتظر منذ زمن بعيد، لذلك فهي فارقة تقريبا في حياتنا الديمقراطية وحياتنا السياسية منذ الفترة الأخيرة. لذلك الكل كان يتوقع أنها تكون تشهد سخونة كما تم بالفعل، سواء من حيث الصراع أو سواء من حيث إدارة المشهد الانتخابي، وهذا تم بالفعل فعلا. لكن أعتقد أنه في مجمله داخل المشهد، بدون ندخل في التفاصيل مجريات الأحداث التي جرت في هذا المكتب أو ذاك، نجد أنه تقريبا كان مشهد مقبول عموما، أي أنه صار في لأنه المنافسة كانت قوية والناخبين كانوا أيضا معبئين بشكل كامل، لذلك كان المشهد عموما يعني مقبول، يعني رغم ما شابه من هنا وهنا. طيب، النتائج حتى الآن لم تعلن، حتى النتائج المؤقتة لم تعلن، ولكن ربما الصورة اتضحت نسبيا، يعني الحزب الحاكم لا زال محتفظا أو الأغلبية لا تزال محتفظة بتفوقها في أغلب الدوائر، هنالك حضور يوصف بأنه جيد للمعارضة ولحزب تواصل خصوصا، ويعني بالإضافة إلى بقية المشهد الحزبي كما تعلم. أولا، ما قراءتك لهذه النتائج حتى الآن؟ أعتقد أنه العملية كلها منذ البداية حتى الآن لا زالت في تميزها أو في مفاجآتها التي بدأت بها. يعني نحن بدأنا في ما هي هذه المفاجآت؟ أولا، بدءا من مشاركة كل الأطياف السياسية، هذه كانت المفاجأة الأولى، حتى الأطياف التي لم تكن لديها أحزاب سياسية وكانت يعني رموز أو أيضا شاركت من بطرق أو بأخرى، يعني أنه كل الطيف السياسي شارك، يعني هذه كانت المفارقة الأولى أو كانت اللبنة الأولى في المشهد الساخن. ثم بعد ذلك الإدارة القوية لهذه الحملة، سواء من خلال المعارضة أو من خلال الموالاة، أيضا ما صاحب خاصة فريق الموالاة ما صاحبهم المغاضبة في بعض الأحيان، أدت إلى سخونة المشهد في هذا الجانب، وانعكس بالضبط مباشرة على المشهد في ناحية المعارضة. لذلك شهدنا كتلة معارضة قوية وقديمة، يعني ثم شهدنا كتلة موالاة قوية وقديمة، لكن شهدنا أيضا كتلة بين الكتلتين لها وزنها، بحيث هذا هو المشهد الجديد في هذه الانتخابات. لم يكن نشهد في الانتخابات الماضية إلا كتلة المعارضة على تقريبا مستوياتها، ثم كتلة المشهد الحزب الموالي حزب الدولة، ولكن المنطقة الرمادية أو ما يسمى المنطقة الوسطى لم تكن تشهد قوة. المشهد هذا شهدت هذه المنطقة قوة شديدة، بل كانت لها أيضا تأثير كبير على الـ على الـ على الـ على ما تم. ربما لو عدنا للوراء قليلا، يعني لم يكن ذلك جديدا، حدث انتخابات 2006 مثلا، حدثت طهرة المستقلين حينها، وكانوا فيما يبدو حينها تشكيلة سياسية لم تتضح لها الصورة حتى الآن، وبالتالي أخذت موقفا أو مسافة ما من 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 الأغلبية حينها أو من النظام حينها أو المحسوبين على النظام حينها والمعارضة. إذا ظاهرة الكتلة الثالثة لم تكن شديدة. هي صحيح أنها لم تكن شديدة، لكن في هذا الظرفية الحالية وفي هذا الجو الحالي كانت متميزة، لأنها كان لها بعدها الخاص، أي بعد الشحناء القوية سياسيا في الطرف الآخر، طرف الموالاة، انعكس بالقوة، لأنها كانت شخصيات وازنة فعلا، شخصيات كبيرة، شخصيات بعضها كان رموز في الحزب الحاكم، فكيف ينقلب عليه أو يسير بالتوازي معه، كان هذا أيضا لم تكن يعني بالبساطة اللي حدثت في 2006 أو في غيرها. طيب. لذلك كانت فعلا عامل قوي
أثر بما بعد وسوف تكون له قراءته أيضا التي سن. طيب دعنا نتحدث عن قراءتك لنتائج الحزب الحاكم تحديدا. الحزب الحاكم حتى الآن فيما يتعلق ب بالمراكز النسبية حصل على مقعد واحد من ثلاث مقاعد أو أربع مقاعد حسب الدائرة الانتخابية. غالبية هناك أشواط شوط ثاني في العديد من المناطق بما فيها مناطق تقليدية للحزب، من التقليدية أن يأخذ فيها أو يحصل فيها على الأغلبية. يعني رغم أنه متقدم لكن هنالك انطباع ما لدى الجمهور العام، لا أدري هل هو دقيق، أن الحزب الحاكم بدأ ضعيفا في هذه الانتخابات. هو دقيق؟ نعم، هو يمكن أن نقول أنه انتصار بطعم الهزيمة، انه انتصار بطعم الهزيمه، كما ان ايضا المعارضه لم تنتصر، يعني لم تجد ال 50+1، لكن كانت شبه الهزيمه او يعني ضعف ادائها بطعم الانتصار. لماذا؟ لانه نحن تعودنا في الـ في الـ في المرات السابقه انه الحزب الحاكم يستحوذ على اغلبيه الثلثين بكل بساطه، اما ان يهدد في معاقله، اما ان تنتزع منه كبريات معاقله، اما ان يضايق مضايقه كبيره تحصل على فهذا ايضا ما جد في هذا المشهد. لذلك اعتقد انه هذا المشهد السياسي كان يعني ظاهره صحيه، لانه فعلا اعطانا مشهد بطعم مختلف، استطعنا ان نميز بين في كتله موالات بين اطياف معينه يمكن للناخب ان يختار من بينها. اذا لا يريد ان يتوجه للمعارضه فلديه خيارات الحزب الحاكم وخيارات اخرى من نفس الاتجاه. ايضا وجدنا ان المعارضه ايضا وجدت ايضا نصيبها من هذا الانشقاق او من هذا المغاضبه في هذا الحزب. ايضا كانت بعض الاحزاب السياسيه تقرا المشهد، ولا أقول المشهد بشكل المشهد الخاص يعني المشهد المناطقي، قراءة ممتازة بل قراءة رائعة، واستطاعت أنها توظفها بشكل دقيق لانتزاعها مراكز مقاعد من هذا الحزب. لذلك فعلا كانت هذه فعلا حسبت لأغلب تقريبا ثلاثة أو أربعة أحزاب. طيب ما دمنا نتحدث عن الحزب الحاكم والأغلبية عموما، كيف تفسر لنا ظاهرة المغاضبين وتحدثت سابقا عن تأثيرها في هذه الانتخابات؟ يعني هل السبب في ظاهرة المغاضبين الحالية هي ما مسألة بقاء الرئيس أو مغادرة الرئيس الحكم بعد انتخابات 2019؟ أعتقد أنه هذا ليس هو العامل الأساسي. هنالك كثير من العوامل. لعل العامل الأول أن الحزب ربما عن حسن نية أو ربما عن تفكير يعني أراد أن يجدد دماءه بإضافة دماء شديدة يعني في هذا، لأنه كل المغاضبين تقريبا بالاستثناء هي شخصيات تقليدية قديمة في مناطق تعتبر شخصيات تقليدية قديمة. لم نجد هنالك شابا مثلا مغاضبا أو شخصية جديدة مغاضبة أو رجل أعمال جديد مغاضب. كل المغاضبين يعتبروا يا إما رؤساء مجموعات قبلية ومجموعات اجتماعية ومجموعات جهوية، كانوا متعودون منذ السابق أن يكونوا في صف الحزب الحاكم، لكن هذه المرة نتيجة للتوازنات، نتيجة لقراءة الحزب، لأنه من حقه أن يقرأ القراءة التي طبعا سوف يدفع فاتورتها في الأخير، لكن من حقه أن يقرأ، فقرأ هو قراءة معينة ثم أتى بخارطته الانتخابية أو بمرشحيه، فكان ما كان. إذن ولكن اسمح لي فقط إضافة في الحديث في مسألة اختيارات وترشيحات الحزب الحاكم، لم تكن أيضا لم يستبعد رؤساء العشائر أو النافذين في ترشيحاته، وبالتالي إذا قراءة الموضوع بأنه تجديد فقط على الأقل لم تكن شاملة. لا هو لم يستبعد، هو لم يمسح الطاولة كما يقال ويأتي ببناء جديد، هو حاول أن يبني على ما كان عنده طبعا من قواعد شعبية من خلال بناء جديد، يعني أنه لم يترك. وايضا هنالك شيء انه اتساع قاعده المنتسبين لهذا الحزب واتساع قاعده المنضمين تحت اللباب يصعب حتى تلبيه رغباتهم كلهم. انت مستحيل انك ترشح كل الوجهاء الموريتانيين وكل رجال الاعمال الموريتانيين وكل الساسه الموريتانيين، لذلك لابد ان يظل هنالك مغاضب. لكن لماذا تظهر بشكل كبير هذه المره ولم تظهر في المرات السابقه؟ لانه كانت هنالك استفادات خارج نطاق الترشيح. كان الحزب الحاكم تستفيد يعني منه الأحزاب أخرى لا نفس شخصيات الحزب الحاكم كانت تدعم الحزب الحاكم، لا تريد فقط المنصب الانتخابي وإنما تريد منافع أخرى.
لذلك كانت هنالك بيزنس كبير يعني سياسي في هذا المجال، وكانت المستفيد منه كذا. في هذه المرة ما قل هذا البيزنس أو رأوا أنه هذه آخر فرصة يعني لهم في هذا النظام، إذا لم يركبوا هذه السفينة قد يكون يقعون على طيب في الحديث عن الأغلبية بشكل عام، لاحظنا خلال الاستحقاقات الماضية كان الحزب كان العديد من أحزاب الأغلبية يبدو والله أعلم أنها تعطى لها فرصة لاستقطاب واستيعاب المغاضبين من الحزب الحاكم، ولكن كان خطاب الحزب الحاكم في هذه الانتخابات مخالفا لما كان عليه من قبل، بحيث أنه كان يشدد دائما أنه لا يريد الخروج على الحزب الحاكم ولا يريد يعني مزيد من الأحزاب نعم من حوله. ما تفسيرك لذلك؟ أعتقد أنه هذه النقطة بالذات كانت في السر ثم ظهرت للعلن، انه حاول القائمين على الحزب وهم طبعا اجنحه الحزب الحاكم على القائمين عليه اجنحه، واجنحه متصارعه يعني لا يخفى صراعها على هذا، ولا يخفى ايضا تاثير صراعها على المشهد. فكان نتيجه هذا الصراع انه ظهر هنالك بعض المغاضبين على هذا الفريق وبعض المغاضبين على هذا الفريق، فلكي يستطيعوا ان يجمعوا الفرقاء كلهم اوحوا اليهم واعازوا اليهم، هذه حركات سياسيه طبيعيه يعني سلوك سياسي طبيعي. فاوحوا اليهم انه من فاته مائده البي ار يستطيع ان يجاملنا في مائده اخرى او في مكان اخر، من سواء كان حراك او وكان غيره، وكان التركيز على مناطق النسبيه لانه يتوقع نعم لا يحصل فيها نعم لذلك استطاع الفاعلون ان على الاقل يخفف من غضبهم هذا. ولكن في النهايه اعتقد انه هذا لم يكن قرارا على مستوى القياده، لم يكن قرارا على مستوى الرئيس او مستوى القياده الفرعيه للحزب، نعم لم يكن على مستواه، لذلك ظهر في خطابه انه لا يريد يعني بناء اخر موازي ولا يريد بناء اخر موازي للحزب. والسبب انه ما يريد لانه هو كانت لديه حتى قبل فتره انه المنتسبين لهذا الحزب 1,116,000 وبعض 1,150,000، حتى هو سيد الرئيس في بعض الخطابات قال 1,100,000 يعني مستحيل انه تكون 1,100,000 ونحن لا نستطيع ان نوفر منها أغلبية مريحة، لذلك لم يكن حتى الآن لائحة الانتخابية للحزب الحاكم وهي الأكبر تقريبا في حدود اللائحة الوطنية في حدود وفق النتائج اليوم في حدود 120,000 تقريبا، يعني لا نستطيع أن لا يصدق عاقل يعني لا يصدق يعني عاقل أنه رجال بقامات سياسية كبيرة في الحزب الحاكم تستطيع أن تعمل في مشهد ليل نهار وبكل الوسائل. لا وأحيانا أرقام الانتساب أحيانا يكون فيها لا بس يكون يعني شيء معقول يعني يكون فرق فيها بسيط. مبالغة بمختلف الأحزاب. لا هو حتى إذا لم حسبوها كما يقال بالأوقية القديمة والجديدة وحذفوا من الصفر يستطيع، لكن هذا غير متوقع يعني أنه من 1,116,000 كأقل تقدير إلى 1,100,000 هذا شيء يعني صراحة سلوك يعني فج، بالتالي يجب أن لم يكن يتوقع أن تصل النتيجة لهذه. لذلك كان الرئيس فعلا في خطابه يركز أنه نحن نريد فقط الحزب الحاكم، لا نريد الأحزاب الأخرى، لا نريد أن نستعين بالآخرين، نحن لدينا قاعدة شعبية كبيرة كما أوحى إليها أصحابه، لذلك نريد هذه القاعدة الشعبية، لكن النتيجة كانت العكس. طيب هل تتوقع أن تحافظ الأغلبية في النهاية على هيمنتها على المجالس على مجلس التشريعي نتحدث هنا عن البرلمان وعن حالات مختلفه داخل مجلس التشريع البلديات والجهويات ايضا؟ اعتقد انه نحن هنا نركز دائما على البرلمان. لماذا؟ لانه الجهات الجهويه او المجالس الجهويه ليس لديها دور في التشريع، لذلك سوف دورها ونحن لم نختبرها بعد، لذلك لا نعرف مدى تاثيرها. اما البلديات فلما غابت غرفه البرلمان الاخرى اي مجلس الشيوخ الذي كان ينتخب على طريق ايضا ضعف تاثيرهم، لذلك يبقى نعم تضاءل تاثيرهم، لذلك يبقى الكلام فقط والتركيز على كتله البرلمان النواب. لذلك طبعا هو الحزب الحاكم سوف يحافظ على اغلبيته، قد لا تكون بتلك الاراحه التي كان يقول اغلبيه مريحه يعني مثلا الثلاثين فما فوق، لكن نتيجه لكثره الاحزاب الصغيره وكثرة الأحزاب التي ليس لديها ماضي ليس لديها ماضي معارض قديم، وليس لديها يعني إيديولوجيا كبيرة تحملها على الوقوف في وجه المعارضة، أعتقد أنه سوف تكون هنالك السوق السياسية رائجة، سوف تكون السوق السياسية تقريبا في حدود 30 نائب أو غير، سوف تكون هي محل المرجع. نعم هي محل مرجع، وهذه أغلبها سوف تكون بحزب أو كل حزب تقريبا من 30 حزب تقريبا في الغالب، يعني سوف تكون من 30 حزب يعني أتوقع أنه 30 حزب سوف تدخل صراع مع الحزب الحاكم من أجل أنه يضمها لأغلبيته التي سوف تحصل عليها. جميل.
طيب، لننتقل الآن إلى صف المعارض. حتى الآن صف المعارض أيضا هناك حديث عن نتائج جيدة، ولكن حينما نحول هذا إلى أرقام لا تزال يعني نسبة المعارضة ككل محدودة، ولم تصل بعد إلى ما يسمى بالثلث المعطل على الأقل وفق نتائج الشوط الأول. صحيح. هو طبعا نحن لماذا نقول نتائج المعارضة نتائج جيدة؟ لأنه فعلا ما قبل الانتخابات والدستور وما قبل الدستور شهدنا ركودا للمعارضة، وشهدنا أداء سيئا للمعارضة. مرت علينا أحداث سياسية كبيرة كالدستور وما قبله من الأحداث، بدءا من الأحداث المحلية يعني التي تجري في الوطن، وغيرها من الأحداث الدولية، وكان أداء المعارضة سيء وضعيف. لذلك نحن كنا كل المحللين كانوا يقولون المعارضة ضعيفة. لكن أن تظهر لنا المعارضة يعني بهذا الشكل، وخاصة حزب التواصل، يعني يحافظ على نفس النسبة اللي كانت عنده ويزيد عليها، ويصارع يعني بفارق كبير مع الحزب الحاكم، يعني هذا شيء غير متوقع. يعني حتى المحللين أكثرهم حلم لا يستطيع أن يحلم بأن التواصل يوصل في تقريبا، لكن كان هناك حديث عن أن في أحسن الحالات يمكن أن يحافظ على رصيده السابق. لم تكن هناك حتى المحافظة على رصيده لم تكن، لأن هو وجد هذا الرصيد في ظل غياب المعارضة. نعم. لذلك المحافظة عليه في وجود المعارضة وفي وجود الحزب الحاكم وفي وجود استقطاب قوي كانت شيء مستبعد. لكن لعل بعض المحللين عندما رأى نعم ما تفسيرك أنا بدأت يعني أتريث في تحليل الموضوع، لأني لما رأيت أن حزب التواصل رشح تقريبا على مستوى الوطن كله تقريبا، يعني فكان يعني ترشيحه يقارب الترشيح الحزب الحاكم. هذه كانت النقطة الأولى، يعني حجم الترشيحات يعني حجم الترشيحات يعكس أن حجم التعبئة داخل الحزب، لأن ما في حزب سياسي سوف يستثمر قوته في لا شيء. أكيد عنده شعبية قلت أو كثرت في هذه المنطقة التي رشح فيها. لذلك فعلا العامل الأول هو كثرة الترشيحات. نعم، هي كانت النقطة الأساسية التي توحي أن التواصل لديه ما يقوله على الأقل. لكن استفاد هو الآخر، ولعله هو من أكبر المستفيدين من قضية المغاضبين. لأنهم لماذا؟ لأنهم لا يريدون المغاضبون الشريسي المغاضبة لا يريدون يذهبون من الحزب الحاكم إلى مائدة الحزب الحاكم، أي إلى الحزب. لا، يريدون أن يضربوه ضربة قوية لأنهم مغاضبين حقيقيين، يريدون انتقاماً من هذا الحزب الحاكم. لذلك فتواصل يعني استطاعوا، وغيرهم من الحزب المعارض استطاعوا أن يستثمروا هذه النقط فيستقطبون الشخصيات. ولكن أيضاً حسب على الأقل نتائج الشوط الثاني، حتى الآن الترشيحات التي سمعنا عنها في غالبيتها ليست فيها أسماء مغاضبة. لا، هو حتى عن مرشحين، هو قضية المغاضبة، هو قضية الناخبين طبعا. هو آخر ما قيل أنه الشعبية، أنه حتى لجنة الحزب الحاكم كما يقال أنها توحي لشعبيتها أنها لا، نحن صحيح أن معكم في هذا الشخص ولسنا مغاضبين، لكن من تحت الطاولة يوحون إلى شعبيتهم منهم لا تضعوا أصواتكم عند هذا، ضعوها في أقصى الأقصى أقصى الأقصى اليسار وأقصى اليمين. لماذا؟ نكاية بهذا الشخص، يعني هم إذا سقط هذا الشخص لا يتحملون مسؤوليته. طيب، بقية أحزاب المعارضة أيضا، البرلمان القادم حسب ما هو معلن حتى الآن من نتائج مؤقتة أيضا سمثلت فيه أغلب أحزاب المعارضة التقليدية والعريقة على الأقل بنسب متفاوتة وإن كانت محدودة من حيث العدد، ولكن بأسماء لامعة ومرموقة. أعتقد أنه ما تأثير ذلك على أداء البرلمان ككل؟ أعتقد أداء البرلمان القادم سوف يكون أداء جيد، لأنه أول شيء سوف تكون لديه مهمة صعبة، لأنه نحن البرلمان القادم متوقع منه أن يضع لنا اللمسات الأخيرة على نظامنا السياسي. نحن حتى الحين ليس لدينا نظام سياسي، كان لدينا نظام سياسي يقوم على برلمان من غرفتين. ليس من البساطة أن تلغي إحدى الغرفتين فقط ونقطة إلى السطر وتقول نحن بدأنا بهذا، هذا ليس نظام سياسي. نعم، لكن هنا بقي كثير من الصلاحيات، تقصد وبقي قوانين نظامية وغيرها، القوانين التي تنظم ما كان مسنودا لهذه الغرفة. صحيح أنهم هم أضافوا مادة أنه كل ما كان يسند لمجلس الشيوخ يحال للجمعية الوطنية، لكن هذا لا يكفي. هذا نظام من غرفتين، يعني نظام سياسي عريق، مش موريتانيا أول من أقام هذا النظام، وفيه أشياء قد لا تأتينا إلا في السنة مرة واحدة أو في الحكم مرة واحدة أو مرتين توحي بأهمية الغرفتين. لذلك أن تزيل إحدى الغرفتين فقط وتسكت،
هذا ليس منطقيا. نحن طيب. لازم نظامنا السياسي يتشكل، البرلمان القادم سوف يكون عليه إعادة المشهد السياسي ونأخذ فصل ونعود إلى نقاش هذه النقطة لجوهريتها وأهميتها. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفصل. الحمد لله الكريم بفضله هذه بلاد الخير رتل بصورة قاف القرآن. هذه المحاور اللي قد سمعت عنها واللي قد زيكم منها ما أبطل حاجة، هو أكثر حد احتكاكني مع زهده وما يتعلق بذلك. ما قد جاه تلميذي ما يعود يعرف ما صدره ما سوله، كانوا عنده حالة والله ما هي عنده، وحالتها ما هي عنده لا يتم تكاليفه جميع حاجياته والضرورية من غداء وعشاء وأكثر الحالات لباس متحمل هو به. وهو الغناء فيه وجد تلامي إلي كهر يقضوا وقالك تولي أولي في الأول يلا يقع نشاء واشفع لي أن يكتب يدار من قرحة له واشفع فيه يكتب شو شيء نظام تقيدي له. هاي المحارة هاي محارة طرف أعتق قريب منها قريب من قرن، خرجوا منها أعلام ووزراء وفقهاء في هذا الجيل الثاني. فالوقف والقرآن مجتمعا. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الانتخابي. نتحدث هنا عن الخريطه السياسيه مع ما بعد انتخابات فاتحي سبتمبر. معنا الدكتور سليمان الشيخ حمدي. دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل عن البرلمان القادم، كيف تقرأ هذا البرلمان في تنوعه وفي أدائه المتوقع في ظل حديث عن نجاح غالبية قادة أحزاب المعارضة التقليدية؟ أعتقد أن البرلمان القادم سوف يكون برلمان قوي من حيث النقاش، سوف تكون لديه نقاشات قوية لسببين رئيسيين. السبب الأول وجود أغلب قادة المعارضة وأغلب الشخصيات ذات الكاريزما وذات البعد الخطاب السياسي المتميز والقوي. الثاني هو وجود الظرفية التي يشتغل فيها هذا البرلمان، أنه ليس برلمانا عاديا يتوقع منه الكثير. نحن حتى الحين لا نعرف الأغلبية ماذا تريد من البرلمان، لكن نتوقع منها أن تريد منه الكثير والكثير، لأنه هو بداية مرحلة جديدة لها ما بعدها، لدينا استحقاقات رئاسية سوف تكون بعده مشهد منفتح. طيب. على إذا ما طرحت مسألة المأموريات على هذا البرلمان، كيف تتوقع أن يتصرف هذا البرلمان تجاه مثل هذه؟ أعتقد أنه مسألة المأموريات مسألة حساسة لدى الكل، حتى بدءا بالنظام نفسه يعتبرها نقطة حساسة، لذلك سوف لن يتم طرحها بشكل عادي، أنه لابد أن يكون هنالك إذا أريد لها أن تطرح. لا، والسيناريو الذي ذكره وحتى ذكره الرئيس في بعض تصريحاته بما فيها تصريحه الأخير ما قبل الاقتراع، إذا حصل الحزب الحاكم على أغلبية وعلى الثلثين يمكن أن يطرح تعديل دستوري، يمكن أن يطرح هذه المسألة. هو طبعا هو إذن الخطة واضحة والسيناريو واضح. هو طبعا إذا أراد النظام، يعني إذا أراد النظام أن يتجه إلى سيناريو إذا أراد محدد إذا أراد النظام مسبق. إذا أراد النظام أن يتجه إلى مأمورية ثالثة أو إلى تغيير الدستور بأي كان السبب، ولديه أغلبية ثلثين مريحة، سوف يستطيع قانونيا، يعني سيستطيع إجرائيا أن يقولها. لكن ماذا عن كتلة المعارضة التي سوف تكون في البرلمان؟ هل سيلجأ إلى حل البرلمان قبل الخطوة هذه ثم يعيد انتخابات مرة ثانية من أجل أن يؤهل، أم هل سيكون فقط يطرح على هذا البرلمان الذي أمن له أغلبية؟ بعدين إذا لم تكن الأغلبية هذه من الحزب الحاكم، نحن لازلنا لم نستوعب بعد قضية الشيوخ، موقف الشيوخ لا زال لم يقرأ قراءته الحقيقية، لأنها أغلبية من الحزب الحاكم تتمرد عليه في لحظة فاصلة وتقول لا. قد نشهد نفس السيناريو إذا أراد البرلمان أن لا يسير في تعديل الدستور، ولكن ربما يفهم اعتراض الشيوخ حينها على أنه
في النهاية دفاع عن غرفة، ولكن دفاع أيضا عن أنفسهم. يعني كان السيناريو هو يتضمن حل. لا لا لا، أعتقد أنه إذا أردنا أن نحسبها بهذا المنطلق، وأنه هو فقط مصلحة شخصية لكل واحد، مصلحتهم الشخصية أكبر في أن يصوتوا، يعني كل واحد سوف يجد مصلحته هو الشخصية الذاتية، سوف يجدها كاش مباشرة. لكن أن يلجأوا كلهم لنصف ما أرادت الحكومة، هذا شيء قوي، أعتقد أنه شيء قوي. لذلك البرلمان القادم سوف يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على خطوة من هذا، خاصة إذا كانت الثلث المريح أو الثلث المعطل ليس من صفوف حزب الجمهوري، حزب الحاكم، حزب اتحاد مجلس الجمهوري. نعم، سوف تكون هنالك فعلا. طيب، دائما ما نسمع عن هذه الانتخابات ستكون لها أهميتها فيما يتعلق باستحقاقات 2019. نتحدث هنا عن انتخابات الرئاسية، والتي من المتوقع حسب الدستور الحالي على الأقل لا يترشح الرئيس فيها. كيف ترى انعكاس نتائج هذه الانتخابات، وكيف ستنعكس على التحضيرات لاستحقاقات 2019؟ أعتقد أنه الحزب الحاكم إذا استطاع أنه يفوز بالأغلبية الثلثين، أي الأغلبية المريحة، سوف تكون هنالك نقاشات على مستوى النظام. على أي حال، حسب النتائج، يعني انتخابات 2013 الحزب الحاكم حينها على ما أذكر، لست متأكدا بشكل دقيق، لم يحصل على الأغلبية المطلقة، يعني إنما حصل عليها بمجموع تحالفات الأغلبية، كان قريبا منها. لكن نحن نشهد تطور في المشهد السياسي. التحالفات أيامها كانت سهلة، وكانت الأمور يعني شبه محسومة، لكن الآن أن تستطيع أن تجمع شتات 30 حزب بنائب ونائب نائب نائب، يعني صعب انك تجمع. يمكن وهذه شهدناها في المجالس البلديه، وغير مضمون المشكل طبعا، غير مضمون. شهدناها في المجالس البلديه ايام الشيوخ، غالبا اقتراع سري، يعني ايام الشيوخ في المجالس البلديه كانت تجد صعوبه في نائب بلدي واحد يقلب الكفه على مستشار بلدي واحد. لذلك ايضا سوف نشهدها في هذا، وليست بعيده، يعني لانه الواحد يستطيع ان يبرز نفسه، يستطيع ان تاخذه حميه معينه، يستطيع ان يضع سقف سعر كبير لصوته. لذلك سوف تكون هنالك صعوبة في إيجادها. أما عن النظام السياسي اللي نتوقع أنه سوف يكون التفكير وتفكير عميق، وخاصة على مستوى الخبراء، ليس على مستوى الساسة، على مستوى الخبراء القانون، خبراء الدستور، خبراء العلوم السياسية، في إذا أراد النظام أن يمدد لنفسه سواء بمأمورية أخرى أو بشكل آخر. نحن نقول مأمورية ثالثة، قد تكون لك تمديد بطرق أخرى ليست مأمورية ثالثة، قد لا يرجعون إلى أن يضعوا مأمورية ثالثة. كيف أنا حسب الدستور كيف؟ نعم بسيطة القضية، أبسط من هذا، أنه نحن نريد أن نغير نظامنا السياسي. من حق البرلمان الثلثين يعني أن يغيروا النظام، فقط ينزعوا صلاحيات الرئيس ويعطوها لرئيس الوزراء ويعتبع النظام برلماني. في هذه الحالة يقول القانون أن رئيس الحزب الحاكم هو رئيس الوزراء، ويبقى الرئيس بصلاحيات يعني محدودة، ويبقى المتصرف في الشأن العام هو رئيس الوزراء، كما حدث مع روسيا. ولكن على الأقل حسب التصريحات المعلنة للرئيس، هي يعني لن يلجأ إليها، لن يتم تغيير النظام السياسي. لا، هو حسب تعديلات الذي أصر عليه الرئيس أنه لن يغير الدستور، يقول دائما لن يغير الدستور. أما تغيير النظام بشكل عام، يعني أظن أني سمعت ولست يعني أحتاج إلى تدقيق المعلومة، أظن أنه قال أنه لن يتم تغيير النظام السياسي إلى نظام برلماني. سئل عن هذا بشكل محدد وقال أنه لن يرجع. أعتقد أنه لا أدري هل على كل عموما نحن لا نستطيع أن مراوغات سياسيين. هل كان نحن في حملة انتخابية. كل الكلام هذا صار إشارة في الحملة الانتخابية، لأنه إذا رجعنا إلى مقابلات سيد الرئيس في ما قبل هذه، كان بحرف واحد يقولنا أنا لا أريد أن ترشح لمأمورية ثالثة، ونحن لا نريد أن نغير سياسي. هذا ظل فيه حتى ما قبل الانتخابات وقت وجيز. لكن الحملة الانتخابية لديها خطابها، لأنه فعلا حسب ما يقال أنه كانت لديه معلومات قوية، أنه طاقم الحملة لم يعمل بما هو مرضي، وكان طبيعي أنه المغاضبين لن يعودوا إلا إذا أصر النظام على بقائه. لذلك كانت هذه خطة. أنه ما تفسيرك لاستماتة الرئيس والوزراء والطاقم الحكومة، يعني في الدفاع عن خيارات الحزب الحاكم والاندفاع فيها بهذا الشكل؟ ألا يشي ذلك بأن في النهاية نحن أمام نظام متمسك بالسلطة في النهاية، والفرضيات المطروحة بالشأن
بشأن المأمورية الثالثة في النهاية هو هي طبيعي تحصيل حاصل بصيغة ما. نعم هو طبيعي أنه ما فيه نظام إلا ويتمسك بالسلطة إلى أقصى درجة، حتى المعارضة إذا وصلت سوف يتمسك بها إلى آخر جندي. إذا هذا لا نتوقع أنهم يسلمونها بالبساطة فقط، هو النظام سوف يتمسك بها بجميع الصيغ. ولكن لما عندما تكون الصيغة السياسية والدستورية واضحة مثل الصيغة الموجودة عندنا، صيغة رئيس جمهورية يمنع عليه الدستور وفق مواد جامدة وفق تعبير الدستوريين، هذه المواد لا يمكن تغييرها يعني، وبالتالي الصيغة واضحة مهما كانت استماتة النظام في النهاية لا يوجد مخرج دستوري. نتحدث هنا عن نحن في حالة في صيغة واضحة دستوريا على الأقل في شكلها أعتقد الحالي. أعتقد أنه إذا استطعنا أن نختزل النقاش سوف نجد أنه فيه نماذج في روسيا وفي تركيا حدثت أنه بكل بساطة النظام أراد أن يتمسك بالقوة بأدواته التنفيذية. ولما زاحمت المعارضة النظام في تركيا استطاع أنه بطريقة دستورية يحول النظام إلى نظام رئاسي وكرس هذا. في روسيا أيضا استطاع حتى بشكل فج أنه ينتقل من هذا من كرسي الرئاسة لكرسي الوزراء لكرسي الرئاسة مرة أخرى لكرسي الوزراء مرة، يعني كانوا يلعب دومينو مع نفسه. لذلك هي هذه أمور سياسية ليس فيها محاذير إذا تمت بطرق دستورية. نعم بطرق دستورية، أما أن يلجأ إلى لي الأعناق أو إلى كتم الحريات من أجل الحصول هذا هو اللي نخشى منه، وأعتقد أنه لسنا في طريقه ليس مطروحا. طيب نحن الآن نتحدث عن تأثير هذا الاقتراع على استحقاقات 2019، كيف تتصور المشهد على الضفة الأخرى، على الضفة المعارضة، يعني كيف تساهم نتائج المعارضة حتى الآن في إرفادها في استحقاقات 2019؟ أعتقد أن المعارضة تحجز لنفسها مكانا يعني أكبر من أعتقد المعارضة هنا يجب أن نفرق بين مستويات معينة. جميل. المستوى الأول هو أنها سوف تلبث يعني فترة قبل أن تهضم المشهد الذي وجدت نفسها فيه، سواء اعتزازا بنصر أو يعني مراجعة لما آلت إليه مثل الأحزاب السياسية. بعد أن تخرج من هذه المرحلة سوف تكون أمام الأمر الواقع. الأمر الواقع ما هو؟ أمام برلمان ربما لديه، لنفترض أنه لديه أجندة بتغيير النظام بالذهاب إلى مأمورية أخرى أو بنظام سياسي جديد. المعارضة هنا سوف تكون محتاجة إلى كل شخص منها، لكن إذا لم تكن لديها أغلبية معطلة أي ثلث سوف تكون أدائها خارج البرلمان أقوى، لأنه برلمانياً لا تستطيع أن تسوي شيء، لكن سوف تلجأ إلى الشارع، سوف طبعاً سلمياً سوف تلجأ إلى المظاهرات، سوف تلجأ إلى أساليب احتجاج المشروع لها، سوف تلجأ حتى إلى شركائنا في الخارج من أجل أن لا يعبث بالنظام السياسي الذي تعارفت عليه الكل والذي التأم عليه أصلاً شمل المعارضة منذ 2008، أن لا يعبث بهذا النظام وأن يظل نظام تناوب سياسي كما هو. أما على صعيد المجال التشريعي ومجال العمل العادي للبرلمان سوف يكون هنالك حضور قوي وحضور مؤثر لهذه المعارضة، لأنه ليس هنالك أشياء أكبر من أن تستطيع أن تعبر عنها. سوف يكون هناك لجان أيضا تقودها المعارضة، سوف تكون منها رؤساء لجان في البرلمان، سوف نشهد يعني فعلا عمل جيد للبرلمان في هذه الناحية. طيب ربما من نتائج هذه الانتخابات التي شاهدناها هنالك كتلة انتخابية جديدة كما توصف، لا أدري هل الوصف دقيق، ولكن هنالك من يتحدث عن أن الكتلة التقليدية لم تعد تتحكم في الناخبين كما كانت، وأن مستوى الوعي تطور، وبالتالي نحن الآن لاحظنا وجود نواب يعني ترشحوا من خارج الدوائر التقليدية بما فيها الأحزاب الكبيرة. هل ترى أن الناخب وتطور الناخب في موريتانيا حتى الآن وصل إلى مستوى أن نتوقع فيها أن تكون هناك كتلة ناخبة من خارج النسق التقليدي يمكن أن ترجح في الانتخابات؟ أعتقد أنه هذه الانتخابات أيضا برهنت لنا على أنه هنالك بداية وعي سياسي لدى الناخب الموريتاني خاصة في المدن الكبيرة، لأنه حتى نجد أنه في بعض المرشحين كان الفضاء الافتراضي هو تقريبا فضاءهم الذي نجحوا من خلاله، ولم يكن توقع أحد أن ينجحوا، لأن الأطر التقليدية لم يستعملوها أبدا. إذن هذه كانت فعلا ظاهرة، لا زالت ظاهرة، لكن نتمنى أن تتطور إلى 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 شيء آخر، إلى يعني عامل يؤثر في هذه. لذلك ففعلا الناخب الموريتاني غير موقعه من الاندفاع الأعمى مع الشيوخ التقليديين أو الزعامات التقليدية إلى أن يتريث قليلا، على الأقل لا يعطيهم شك على بياض لكل ما أرادوا. لذلك نجد أنه فعلا هنالك
يعني هنالك تفتت لهذه الكتلة التقليدية العمياء، وأصبحنا نجد أن مواقف مع هذا الحزب أو ذلك نتيجة لآراء معينة. طيب الحديث الآن قبل ساعات من إعلان النتائج وفق آخر الخبر، يعني اللجنة المستقلة تتوقع أن تصدر النتائج المؤقتة غدا السبت، وهذا ما يعني أننا أمام ساعات تقريبا عن إعلان النتائج المؤقتة. الحديث الآن تقريبا عن ما تسميه المعارضة وجود خروقات، وجود مشاكل في عدد من المراكز، وهنالك المعارضة تتحدث عن تزوير وعن تغيير في المحاضر وإلى آخره. تقييمك لهذه الخروقات، هل رجعنا إلى بعض الأساليب على الأقل التي كانت موجودة مع قبل تغيير 2005؟ أعتقد أنه إذا أردنا نقرأ قراءة علمية أو شبه علمية محايدة للمشهد، نقول أنه اللجنة الانتخابية لما أوكل تشكيلها إلى الأحزاب الأغلبية كان هذا خطأ، لأنه ما دامت المعارضة أعلنت، ولو أنه أعلنت متأخرة، يجب أن لا تعاقب بالإقصاء من المشاركة في اللجنة الانتخابية، لكن شاءت الأقدار أن لا تشارك فيها وأن تترك هذه اللجنة للأحزاب، وبالتالي انعكس على تكوين هذه اللجنة. هذه النقطة الأولى، أنها لم يراعى فيها الجانب الفنية والجوانب الخبرة بقدر ما وراء فيها جوانب سياسية، فهي لجنة تعتبر لجنة سياسية، لجنة حزبية سياسية. طبعا هذا من حيث المشهد الكبير، لكن أيضا جسم اللجنة من الشعب الموريتاني، من الأطر الموريتانية، كان يعني جسم جيد، استطاع أنه في ظرف دقيق وبمرحلة خمس اقتراعات في مكان واحد وبوسائل يعني عادية وبظروف حتى مناخية غير مستقرة وبظروف وامتداد التراب الوطني، استطاع أنه على الأقل يخرج لنا مشهد لا فيه شيء كبير أكبر من اللازم. يعني نحن لازم نتكلم عن خروقات، حتى الحزب الحاكم يتحدث عن خروقات، وهذه كمجتمع يعني من مجتمعات العالم الثالث سوف تظل فينا هذه الظاهرة، لكن لا نتمنى ولا نؤصل لمثل هذه الظواهر، تظل ظاهرة سيئة، يظل من لجأ إليها يعيش في الماضي. أغلب إذا حاول نحلل هذه الظواهر واحدة لوحدة، أغلب من يقوم بها هم بقايا من النظام السابق، بقايا لا أقصد بالنظام السابق نظام الحزب ونظام السياسة، لا، بقايا من الإدارة السابقة، إدارة الفساد، الإدارة الفاسدة والتي لا زالت تعشعش فينا. هذه الإدارة الفاسدة لا تستطيع أن تقوم بعملية طبيعية، يعني تموت في الظرف الطبيعي، لا بد أن تسلك مسلك غير طبيعي، لذلك أثرت على الانتخابات. لكن بغض النظر عن حالة حده المعارضة عن هذه الخروقات، لكن هناك ما يشبه حالة فشل، يعني حتى الآن تقريبا أمام أسبوع حتى نتحصل على النتائج، يبدو أن الفشل موجود بمعناه الإداري والفني بغض النظر عن الخروقات. لا أعتقد أنه هو سوء التقدير أو العجز. لا هو سوء التقدير، لأنه نحن لم نشهد على مدار عمرنا الديمقراطي انتخابات مثل هذه، يعني بنفس الكم من الفاعلين السياسيين وبنفس أيضا الكم من العمليات الانتخابية، يعني خمس عمليات في مكان واحد بلوائح تفوق نصف متر في الطول، وهذا يعني كانت أشياء كبيرة. لم تحسب اللجنة الانتخابية حسابها بشكل دقيق، وإلا لكان طلبت لنفسها أسبوعا من أجل أن تظهر النتائج، يعني لا تستطيع. يقال أن اللجنة طلبت التأجيل في بعض الحالات، ولكن يقال أنها طلبتها، يقال أنها طلبتها لأنه في النهاية محكومة أيضا بعملية دستورية. نعم، بعملية بقوانين أجال الطعون وأجال التقدم بالطعون يعني معروفة. لكن من الإنصاف أن لا نحملها فقط أنها تظهر النتيجة في ظرف يومين أو ثلاثة. أن البلد شاسع والظروف المناخية غير مستقرة، وحتى الطاقم يعني غير مدرب والوسائل قليلة وكثير، حتى وسائل الاتصالات يعني ضعيفة. لذلك من الإنصاف أن لا نلومها بشكل كبير، نلومها عن التقصير المعروف المشهود المثبت، تقصير الأفراد المثبت والذي جرى في أغلب الأماكن، هذا نلومها عليه، نلومها على عدم تصرفها عندما توصلها بشكل قاطع وبمثبت أنه هذا الشخص من اللجنة الانتخابية عمل إلى خرق القوانين وإلى الاصطفاف إلى جانب معين، هذا بالصوت والصورة وبالنقل المباشر ولا تتصرف، هذا فعلا نلوم عليه اللجنة الانتخابية. لكن بشكل عام لا نستطيع أن نقول أنها فشلت، حتى الحين هي لازالت محافظة على أداء يعني مقبول. طيب نسبة في هذا الاقتراع كما ذكرت فيه تعقيد، الأصوات اللاغية تقريبا مثلت عدد قريب من الثلث في الأصوات، إذا اعتبرنا أنها أصوات معبرة عنها.
ألا يعني هذا من المسؤول عن إبطال هذا الحجم من الأصوات؟ طبعا هذا المسؤول عنه هو عدم خبرتنا احنا في الأساليب الانتخابات. نحن هنالك عدة أساليب كنا نستطيع أن نلجأ لها دون أن